طيب يا فهيمة، أول ما غنيتي أخويا ما بنقدر غنيتيها في نجوم الغد مش كده؟ والله أخويا ما بنقدر دي أول مرة غنيتها كان في القضارف، نعم، وبعدها في نجوم الغد. الجمهور عرفها من وين؟ في القضارف ولا من لما غنيتها في التلفزيون؟ في الجامعة كان غنيتها. طيب تفتكري الناس مرتبطة بها ليه الأغنية دي شديد كده؟ أول ما طلعت الناس صفقت أول ما عزفوا يعني بداية مطلع الأغنية؟ والله بصراحة كده أنا يعني وقت كان أغني أخويا ما بنقدر ببقى ما بنقدر يعني بجد. يعني عجباني شديد يعني الأغنية. أنا لاحظت لك كمان معاها كده تعابير ما شاء الله عليك، طيب ممكن تدندني لنا منها شوية تاني كده؟ يا دقر الحشيمة متى هموك بهنميمة تقضي ضيفان الهجيمة ود بتفرج وبت حليمة القصد التار ردو بالهجيمة النيل العبة التراسة البليغ من غير دراسة هيلك النظارة وراسة شدوا ليه على مجراسة قفل أبواب الفراسة. وكمان تحية لفهيمة يا جماعة، صفقة قوية لفهيمة.